ازيكم يا حلوين، وجيت لكم في بارت 4 من مشتريات الدراسة. زي ما انتوا شايفين، اكيد انتوا شفتوا بارت 1 و 2 و 3، فهتبقوا عارفين انا ليه منظر الترابيزة كده، ودي الحاجات اللي كانت في بارت 3. فتعالوا نبدأ يلا في بارت 4 اللي هو الجزء الرابع. الفيديو بتاع النهاردة او الجزء الرابع ده فيه حاجات كمان جديدة ومختلفة عن اللي شفتوها في بقية الاجزاء الاولانية، فحطوا لايك كده في اول الفيديو. والفيديو ده لو وصل ل5000 لايك زي ما وصلتوا الفيديو اللي قبله، هنزل لكم بارت 6 من مشتريات الدراسة. فيلا بينا نبدأ كده وما نطولش في الفيديو. اول حاجة جبتها وهي الاجندة دي، عايز اقول لكم ان انا كتبت فيها اصلا، وهي يا جماعة متقسمة وفيها الوان كتير وفيها تقسيمات حلوة قوي من جوه زي ما انتوا شايفين، مربعات وحاجات حلوة قوي والتقويم كمان. فدي كانت اول حاجة اجيبها، ودي يا جماعة كان سعرها 50 جنيه. تمام، طبعا شفتوا كلكم الشمعة دي في بارت 1 من المشتريات. بصراحة حابة اوريها لكم تاني لان انا جربتها يا جماعة وريحتها تحفة وشكلها كمان تحفة وبتعمل جو رايق قوي في المكتب بتاعك. طبعا انا لسه ما بدأتش دراسة، بس جربتها علشان خاطر يعني حبيت اشم ريحتها وكده. هي دي يا جماعة ولونها احمر، شكلها حلو قوي وكان سعرها مش غالي خالص. تقدروا تشوفوا، ترجعوا الفيديو بتاع بارت 1 وتشوفوا الفيديو كامل لو انتوا لسه اول مرة تتفرجوا عليا في الفيديو ده. الحاجة اللي بعد كده اللي جبتها وهي حاجة، بصوا يعني في تجميعة. اول حاجة جبت القلم الماركر ده القلم الماركر يا جماعة اللي هو بيتمسح عادي علشان هنحتاجه كتير قوي الفترة اللي جاية، وتابعوا الفيديوهات عشان تعرفوا هنحتاجه في ايه. بس انا بالنسبة لي القلم الماركر ده من اكتر الحاجات المهمة اللي لازم تكون موجودة في المكتب بتاعي. تاني حاجة جبتها وهي الخيط الصوف ده، الخيط الاستيك ده. طبعا هتسألوني جبتيه ليه، بس انا يا جماعة بحتاج الخيوط دي اهي، بحتاجها قوي وبتيجي عليا مواقف بقول يا ريتني كنت جبتها. فدي حبيت اجيبها، هي ملهاش علاقة بمشتريات الدراسة بس انا حبيت اجيبها. الحاجة اللي بعد كده ودي بقى انصحكم بيها كلكم تجيبوها، وهي اللمعة الفضة دي، جامدة جدا جدا جدا. جبت منها اللون الازرق وجبت منها الفضي زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل ده، ان انا بعشق اللون البيبي بلو بأمارة. كل حاجة بجيبها ازرق يا بيبي بلو، بحب الازرق جدا الازرق جدا. بصوا حتى الاستيكرات اللي كنت جايباها في الفيديو اللي قبل ده كانت لونها سيلفر في ازرق، يعني انا بحبهم جدا. لو عايزين تعرفوا اسعار الحاجات اللي على الترابيزة وانا ما قلتهاش، هتلاقوها في الاجزاء اللي قبل كده، لان دول حاجات كانوا موجودة في الاجزاء اللي قبل كده. ودول كمان جبتهم، وجبت اللون الريد كمان. انا مش من عشاق اللون الاحمر، بس هو بصراحة في الجليتر شكله حلو قوي. هو بيتفتح كده، هو مفتوح اوريدي اهو، واحنا بنشيل الكرتونة اللي من هنا علشان لو حابين ان احنا نرش من فوق نتأكد ان هما مقفولين، علشان هو اللمعة بتاعته شايفين بتلزق ازاي. نيجي للحاجة اللي بعد كده اللي لازم تكون موجودة على المكتب بتاعك، وهي البرنت دي. ده يا جماعة الصمغ اللي طول حياتنا كنا بنستخدمه، يا لهوي بيلزق جامد. النوع ده بصراحة كنت بسمع عنه ان هو مش احسن حاجة، كنت بسمع عن النوع اللي هو لونه اصفر حلو. فاكتبوا لي في الكومنتس هل جربتوا النوع ده قبل كده، انا عن نفسي اول مرة اجربه فمش عارفة. ده يا جماعة كان سعره في رينج 7.5 جنيه او 10 جنيه، حاجة في الرينج ده. نيجي للحاجة اللي بعد كده وانا كنت جايبة زيها اللي هي دي، جبت منها اللون الازرق بما اني بعشق الازرق، ف حطيت هحط فيها دول، هرصهم كده من تحت وهرص كمان فيهم الحاجات دي اللي انا جبتها في الفيديو اللي قبل ده، وهحط فيها الحاجات الزرقاء عموما لان انا من عشاق الازرق زي ما قلت لكم. الاحمر ده مش هيتحط معاهم، فالمهم هحط فيه الحاجات دي. وده يا جماعة سعره كان 18.5 جنيه، لكن ده كنت جايباه ب20 جنيه، مش عارفة ايه الفرق، بس ده ب18.5 وده ب20. وللعلم انا ده كنت جايباه من مكتبة سمير وعلي، وده كنت جايباه من محل في حلمية الزيتون. وندمانة على حاجة كمان، القلم البنفسجي ده يا جماعة طلع بايظ، فبجد متضايقة قوي، يعني هروح اجيب واحد بدله بقى.
طيب نيجي للحاجة اللي بعد كده اللي جبتها وهي مهمة جدا في المكتب بتاعنا، وهي المشابك دي. عايزة اقول لكم ان مفيش مكتب لازم يخلى منها، مش شرط تجيبي علبة كاملة زي ما انا جبت، لان زي ما قلت لكم انا جايبة كميات كتيرة، بس بصراحة بحب الحاجات دي قوي، بنحتاجها قوي للورق بتاعنا اهي، وبتتفتح كده. عايزه اقول لكم ان هي ناشفه جدا، يعني انا مش عارفه اعملها اصلا. المهم الالوان اللي فيها بقى تعالوا اكلمكم عنها، فيها اليلو والبلو وفيها الجرين، بس ده مش جرين قوي، تحسوه جاي على منت جرين شويه، وده الكشمير، ودي تعتبر الاربع الوان اللي موجودة. وفيها كتير قوي يا جماعة، دي انا كنت جايباها ب25 جنيه، يعني سعرها مش غالي بصراحة لان هي مليانة، فممكن تبقي تجيبيها بقى وتبيعيها لاصحابك. المهم دي يعني بالنسبة لي حاجة مهمة قوي لازم تكون موجودة على المكتب بتاعنا، تمام. طيب ايه الحاجة اللي بعد كده يا عبير اللي جبتيها؟ الحاجة اللي بعد كده انا متحمسة لها جدا 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 ان انا افتحها معاكم، طبعا بيبي بلو كالعادة، هي مقفولة على فكرة، ممكن تكونوا مش شايفين في غلاف محطوط فوقيها، فتعالوا نفتحه مع بعض. مش عارفة افتحه ازاي. هي دي يا جماعة المفروض ان هي يعني ايه، عارفين التقسيمة اللي بيبقى فيها، التقسيمة بتاعت التواريخ، ولما بتبقي عايزة تعملي صح، هل انت عملتي الحاجة ولا لأ، حاجة زي الانجازات بتاعتك يعني. فانا مش عارفة افتحها ازاي بصراحة، هجيب القلم ده احاول ان انا ادخله كده، وفتحته. تعالوا نفتحهم بقى مع بعض لان انا ما شفتوش خالص، انا لسه يدوب اول مرة افتحه معاكم. اللون بتاعه تحفة، وما كنتش اتوقع، انتوا عارفين يا جماعة الملمس بتاع ده عامل زي ايه، زي المخدة والله العظيم بجد. ودي بصوا ورقة كده، حاسة ان هي متشالة ولا انا مش عارفة، هي شكلها كده، هي تقريبا شكلها كده، بس انا للاحتياط هلزقها برضو. تعالوا نشوف، فيها كمان كليبس من هنا. الله الرسمة تحفة. هو انا مش عارفة ايه دي، هي دي تقريبا محطوطة كشكل، الحقوا، انا كنت فاكرة ان دي حاجة بتاعت نفسه، بس هي طلعت مش بتاعته، بس هي شكلها حلو قوي وعجباني، فانا هسيبها على جنب وهستخدم البرايد ده على البتاعة دي. تعالوا نشوف بقى شكلها من جوه. دي اول صفحة، تحسوا ان انتوا في عالم الخيال، ده البيت الابيض ده ولا ايه. بصوا الصفحات يا جماعة، هي ما فيهاش تقريبا سطور، يعني هي فاضية كده. الله، how about today بقى، بنتكلم عن يومنا، حلوة قوي. شايفين المربعات، هي دي المربعات اللي بكلمكم عنها، بتكتبوا فيها بقى عملتوا ايه، Monday بقى، Tuesday، Wednesday، Thursday، Friday، Saturday، Sunday، يعني فيها ايام الاسبوع. وهنا كمان على حسب بقى ما انت تحبي التقسيمة بتاعتك. حبيته جدا جدا، وعايزة اقول لكم ان الحاجات دي بقى انا عن نفسي هستخدمها للشغل، مش هستخدمها للجامعة او الدراسة، لان الحاجات دي بتنفعني قوي. وعايزة اقول لكم كل صفحة هتكتشفوا فيها حاجات جديدة، بصوا كل صفحة فيها حاجة جديدة، فحلوة قوي التقسيمات دي. وسعره على فكرة ما كانش غالي، انا في حاجة هنا شدتني قوي، الله الالوان كمان يا جماعة مبهجة، يعني ممكن تجيبوها للمذاكرة. بصوا حلوة جدا، كل صفحة هتقلبوها، ايه ده هنا في سطور، كل صفحة هتقلبوها هتلاقوا فيها اشكال حلوة. وعايزة اقول لكم ان انا لما جبت دي كان في اشكال تانية، تعالوا نجرب بقى نلزق اللي انا بقول لكم عليها، نشوف هل هي هتلزق ولا لا. انا خايفة ابوظ الحاجة، هي كانت كده متهيألي، دي بتلزق بجد. طب كويس قوي، هلزقها بقى وارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين انا لزقتها اهو الحمد لله، ولزقت اهي، بقى شكلها حلو قوي كده، ونطقت الشكل بتاعنا. وعايزه اقول لكم ان هنا في حاجه زي مغناطيس كده بتلزق على طول. طيب نيجي للحاجه اللي بعد كده اللي جبتها، وهي ايه يا عبير؟ الحاجة اللي بعد كده اللي جبتها وهي كشكول الرسم ده.
هنحتاجه كتير قوي الفترة اللي جاية، خصوصا ان انا بحب الرسم او وقت فراغي مش بحبه اللي هو قوي، بس هو هواية بالنسبة لي، فقررت ان انا اجيبه علشان ابقى كمان هحتاج الورق بتاعه، فحاجة مهمة برضو لازم تكون موجودة في المكتب بتاعك. الحاجة الاخيرة بقى اللي جبتها او اللي قبل الاخيرة، وجبت اللي هو حاجة شبه الحافظة كده، بتبقى من جوه فيها الحديدة دي وبتحفظي فيها الورق بتاعك بقى. وعايزة اقولكم هي حجمها كبير بس بتلخص معاكي ورق كتير قوي وملازم وكتب. وهي دي يا جماعة، ودي سعرها بصراحة كان غالي، مش قادرة افتكر كام، بس كان سعرها فرنج 50 جنيه، لان هي قوية وبتتحمل، وفي منها انواع تانية وماتيريال تانية ارخص واغلى، فانا اخترت حاجة متوسطة. حاجة بقى الاخيرة في الفيديو بتاع النهاردة، وهي المشمع ده. جبت المشمع ده علشان يتفرش على المكتب بتاعنا، فاستنوا الفيديو اللي جاي اللي هنتكلم فيه بالتفصيل عن الموضوع ده. وده كان سعره 35 جنيه، لان انا جبت منه كمية كبيرة. انتوا تقدروا تجيبوا من عند اي حد بتاع مفارش ب10 جنيه، هيقضي معاكم جدا. واتمنى ان الفيديو يعجبكم، ولو الفيديو عجبكم متنسوش تحطوا اللايك وتكتبوا لي في الكومنتس ايه رأيكم، وتكتبوا لي داخلين سنة كام السنة دي، علشان اشوف بقى مين اكبر عدد عندي، وهختار 5 بنات من الكومنتس اعمل لهم شير على الانستجرام. اي حد عنده سؤال يكتب لي وهرد عليه، وبس كده. يلا باي.